نفسه. سؤال مهم جدا لدكتور علي كياني اللي موجود هنا في دبي وشرفنا بحضوره دائما، انه دائما احنا ماخوذ علينا نقول الفاتحه الى روح فلان فلان من الموتى، لكنه يبدو انه احنا مخطئين بهذا الموضوع، لانه الروح ما تموت، اللي يموت هو النفس. فتفسيرها مع الدكتور علي الكياني. يا سيدي، قال تعالى: كل نفس ذائقه الموت. نعم. وليس كل روح. نعم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. والحساب سيكون على النفس. نعم. علمت نفس ما قدمت وأخرت. أما الروح هي قدرة الله الخالصة التي نتحرك بها. نعم. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. نعم. فالروح لا تموت. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بالنسبة للأخ الدكتور علي، رجل ذو ثقافة عالية، وأنا حقيقة أكون إلى كل الاحترام في مجال اختصاصه، لكن بعض الأحيان أنه الإنسان من يتحدث في مجال خارج عن مجال اختصاصه، ولا سيما في تفسير القرآن الكريم، تصير عنده بعض الاشتباهات في بعض التفاسير. ولهذا الدكتور علي صار عنده اشتباه في هذا الموضوع من عدة جوانب. القضية الأولى، قال أن النفس هي التي تموت وليس الروح، واستشهد بالآية الكريمة: كل نفس ذائقة الموت، مع أن المولى عز وجل بين في كل الآيات القرآنية في القرآن الكريم أن النفس لا تموت ولكن تتوفى، يعني الله يتوفى الأنفس، فالوفاة تكون للنفس وليس الموت، كما قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. شوف هنا اتطرق إلى جانبين، يتوفى حين الموت، فإذا أكو وفاة اللي هي للنفس والموت لشيء آخر. فالمولى عز وجل قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فسمى هناك بأنه عندنا موت أكبر وعندنا موت أصغر اللي هو حالة النوم، لأن في كل الحالتين الله يتوفى الأنفس، يعني يتوفى يعني يقبض هذه الأرواح، فيمسك التي قضى عليها الموت يعني بالموت الأكبر، ويرسل الأخرى اللي ما إجا أجلها، الله سبحانه وتعالى يطلق هذه النفس مرة ثانية إلى أجل مسمى. وأما بالنسبة إلى الموت، فالموت إنما يكون للبدن، فالوفاة للنفس والموت للبدن، فكل ما يكون قابل للفناء يموت. ولهذا فإن الذي يموت هو بدن الإنسان، لأنه يفنى، كما قال المولى عز وجل: قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون، وهذا الكلام بالنسبة إلى البدن، والنظر هم كان إلى البدن، فالموت صار للبدن. وأيضا اللي أكد على هذا الجانب قول المولى عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهذا كان النظر إلى من؟ إلى الجانب المادي، إلى الموت المادي، هذا بالنسبة لما يخص الجانب المادي. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، الله سبحانه وتعالى أماته. ليش قال أماته؟ لأن النظر والقضية كانت متعلقة بالجانب المادي، فإشارة إلى البدن. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، وتكملة الآية تبين لنا المطلوب. ثم بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، وهذا هو محل الشاهد، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فكان نظر إلى البعد المادي، الله سبحانه وتعالى تطرق إلى قضية الموت. الأمر الثاني، أن المولى عز وجل بين أن النفس لا تموت كما قلنا، ولكن قال أن هذه النفس تذوق الموت، فهناك فرق ما بين أنه الموت وتذوق الموت. ولهذا المولى عز وجل قال: كل نفس ذائقة الموت، وما قال كل نفس تموت، كل نفس ذائقة الموت. وهنا صار الاشتباه عند الدكتور، وصار الاشتباه عند الكثيرين، أن النفس تموت مع أن القرآن الكريم قال ذائقة الموت. ومعنى ذلك ذائقة الموت أنها تنفصل عن البدن، فهي تذوق الموت ولا تموت، بل تتوفى. ولو كانت تموت كان المفروض المولى عز وجل يقول كل نفس تموت،
ولكنها تذوق الموت، أي أنها تنفصل عن البدن عند وفاتها وموت البدن، كما يتذوق الإنسان الطعام أو الشراب، هذه نفس الحالة. الأمر الثالث أن النفس في القرآن الكريم هي الروح، وهنا أيضا صار اشتباه بأنه البعض تصور بأن النفس شيء والروح شيء آخر، لكن في القرآن الكريم من ندقق في كل الآيات نشوف أن المولى عز وجل أنه سمى الروح بعد أن تعلق بالبدن سماه بالنفس، فالنفس في القرآن الكريم هي الروح والبعد الروحي للإنسان، ولكن سماه المولى بالنفس كونها اندمجت مع البدن، حيث قال المولى عز وجل في بيان تكوين خلقة الإنسان: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة. هذه مراحل تكوين خلق الإنسان، إلى هنا انتهى تكوين خلق الإنسان. ثم اجى الدور الثاني وهو دور الروح، الله سبحانه وتعالى يجعل الروح في هذا البدن، ولوج الروح في البدن، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فمن الله سبحانه وتعالى ولج الروح في هذا البدن سماه بالنفس، فمن هنا صارت كلمة النفس تطلق على الروح بعد اندماجها مع البدن، فمن هنا كان أطلق على الروح تسمية النفس، فتكون النفس حية باقية والحساب عليها، لأنها هي الروح والبعد الروحي للإنسان. ولهذا ورد في تصحيح اعتقادات الإمامية للشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه صفحة 79-93 فصل في النفوس والأرواح، قال الشيخ أبو جعفر رحمه الله: اعتقادنا، يعني نحن نعتقد بهذا الشيء، اعتقادنا في النفوس أنها هي الأرواح وأنها الخلق الأول وأنها خلقت للبقاء وأنها في الأرض غريبة وفي الأبدان مسجونة. إذن نصل إلى هذه الحقيقة بأن مسألة النفس هي نفسها الروح، ولكن اختلفت التسمية بعد أن دمجت مع البدن بعد إكمال مراتب خلق الإنسان. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.